قانون جديد يهدف إلى تفادي تكرار الأخطاء السابقة في مواجهة الأوبئة. الحكومة تدرس حلول تخفيض الضرائب على الأطعمة الرئيسية لمواجهة التضخم. تراجعاً كبيراً في استهلاك الكهرباء والغاز الشتاء الماضي. فيينا تستعد لتقديم دعم إيجاري محسن للأشخاص ذوي الدخل المنخفض. تسجيل رقماً قياسياً جديداً في معدل التوظيف مع أكثر من 3.9 مليون. ودراسة أوروبية تؤكد أن التضخم المرتفع في النمسا ليس جديداً منذ 20 عاماً. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة على شاشة النمسا ميديا. وفي خبرنا الأول، أكد المستشار النمساوي نهامر أن الحكومة تعمل على قانون جديد لمواجهة الأوبئة يعتمد على تجارب كورونا. وأوضحت إيدل شتادلر وزيرة الشؤون الأوروبية والدستورية أن استخلاص الدروس من كوفيد-19 يعزز مرونة المجتمع في مواجهة التحديات المستقبلية، والقانون سوف يتعامل مع الآثار السلبية للإجراءات المتبعة خلال جائحة كورونا لتفادي تكرار الأخطاء السابقة. توقع رئيس معهد فيفو للدراسات الاقتصادية جابرييل فيلبر ماير تضخم سنوي في النمسا يصل إلى 7% على مدار العام. وأشار فيلبر ماير إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات لتحقيق توازن في معدل التضخم، بما في ذلك تخفيضات في ضريبة القيمة المضافة وتثبيت أسعار الإيجار، مما يدفع إلى اقتراح حلولاً لتجنب زيادات أكبر في الأسعار. ودعا المستشار نهامر إلى التعاون مع الباحثين لمواجهة التضخم العنيد والتفكير المسبق في فعالية تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأطعمة الأساسية. بيّن تقرير إي كونترول أن فصل الشتاء شهد ارتفاعاً في درجات الحرارة في النمسا، مما أدى إلى تراجع حاد في استهلاك الكهرباء والغاز. وقد انخفضت مبيعات الكهرباء للمستهلكين بنسبة 7.2% واستهلاك الغاز بنسبة 24.9%، كما شهدت النمسا زيادة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح، وانخفض استهلاك الأسر للغاز، مما أدى لتراجع واردات الغاز الطبيعي من الخارج بنسبة 65% في مارس هذا العام. تخطط مدينة فيينا لتعزيز دعم الإيجارات السكنية وتوسيع قائمة المستحقين للمساعدة، مما سوف يساهم في دعم الأسر. وتعتزم حكومة فيينا توفير ما يصل إلى 150 مليون يورو سنوياً بدلاً من 60 مليون يورو في السابق اعتباراً من العام المقبل. وسيتم تقديم الدعم للأشخاص ذوي الدخل المنخفض مع مراعاة الفرق بين تكاليف الإيجار ودخلهم. ومن المتوقع أن يتم إنشاء نظام موحد لجميع الشقق لتسهيل عملية المساعدة. حطمت النمسا رقماً قياسياً جديداً في معدل التوظيف بأكثر من 3.9 مليون عامل وموظف، متجاوزة مستوى 2019 بنسبة 5%. وقال وزير العمل والاقتصاد النمساوي مارتن كوشر: نسجل حالياً رقماً قياسياً للتوظيف، موضحاً أن نحو 77.5 من السكان لديهم وظائف. وأرجع السبب الرئيسي وراء تحقيق الرقم القياسي الجديد إلى زيادة نسبة عمل السيدات إلى 71.6%، وتسجيل معدل توظيف بلغ 83.3% بالنسبة للرجال. أشارت مقارنات أسعار الاتحاد الأوروبي إلى أن التضخم المرتفع في النمسا ليس شيئاً جديداً، إذ تصدرت قائمة أغلى الدول في أوروبا لمدة 20 عاماً وتراجعت إلى المركز الرابع مؤخراً. وتبين أن ألمانيا تحتل المرتبة الثامنة على الرغم من أن التضخم في النمسا كان أقل من ألمانيا في العامين
2021 و2022، ولكن الفجوة بين البلدين زادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية حيث بلغت حوالي 10%، لذا أصبحت النمسا رابع أغلى دولة للمعيشة في منطقة اليورو بعد لوكسمبورغ وفنلندا وإيرلندا. نهاية النشرة قدمناها لحضراتكم من شاشة النمسا ميديا. ألقاكم في نشرات لاحقة. أمسية سعيدة وإلى اللقاء.